أو مترددين إنهم يبدأوا لأي سبب من الأسباب. أول ما بدأت مشروع الصغير كنت متردد، خايف، ما نعرف كيف أبدأ، لكن لما اتخذت القرار وبدأت تعلمت دروس كثير، واليوم حاب أشارككم بتسعة دروس تعلمتها من مشروع الصغير. في الدرس الأول من تسعة دروس تعلمت استخير واستشير، تعلمت أني أستخير الله عز وجل في كل خطوة من خطوات مشروعي، وتعلمت أيضا أني أستشير أهلي وأصحابي وأهل الخبرة الناجحين، لأنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. في الدرس الثاني تعلمت خذ المخاطرة وغامر، كون متفائل بس في نفس الوقت كون عقلاني، جهز نفسك لأسوأ الاحتمالات اللي ممكن تواجهك، وبعدها توكل على الله وابدأ واستمتع بالتجربة. الدرس الثالث من الدروس اللي تعلمتها في مشروعي تعلمت أني أحدد أهداف واضحة، تعلمت أني أحدد أهداف واضحة لمشروعي، وتعلمت أيضا أني أحط خطة حتى أصل لأهدافي، وتعلمت أني أراجع أهدافي باستمرار وأطورها دائما. في الدرس الرابع من الدروس تعلمت لا تغضب، لا تغضب وخذ حياتك بإيجابية. حتواجهك مشاكل في مشروعك، لا تغضب. حتواجهك انتقادات وأخطاء، لا تغضب. أتعلمت أنه إذا واجهتني مشكلة أحددها وأوجد لها عدة حلول وأخذ الموضوع بإيجابية، لأني أكيد حتعلم من هذه المشكلة، واتذكر دائما كلمة لعله خير. في الدرس الخامس تعلمت اختيار فريقك بتأني وعاملهم كما تحب لنفسك. تعلمت أن أختار القوي الأمين، قوي بخبرته العلمية والعملية، وأمين بخبرته الأخلاقية. وتعلمت أيضا أني أتعامل معهم باحترام وصدق وتواضع وكرم، لأنه حسن اختياري لفريقي وحسن تعاملي معهم يبني فريق منتج مبدع جاهز لتحدي جميع الصعاب في أي مشروع حتواجهك صعاب. في الدرس السادس من الدروس اللي تعلمتها تعلمت إنه المعرفة قوة. تعلمت إني أقرأ وأبحث وأتعلم كل يوم شيء جديد يساعدني في مشروعي. أذكر إني في أحلى المشاريع ما كنت أعرف أكتب أو أعمل دراسة جدوى، فاضطريت إني أقرأ وأبحث في الإنترنت وأتفرج على يوتيوب فيديوز لين ما تعلمت كيف أعمل دراسة جدوى، وبعدها أتأكدت إنه بالمعرفة تتوسع مداركي وتزيد قوتي. الدرس السابع تعلمت إنه العائلة قبل كل شيء. هذه صورة لي مع زوجتي وبناتي بنحتفل بمشروع تحابو.كوم، ببدايتنا في مشروع تحابو، يعني أول اجتماع مجلس إدارة على المستوى. في هذا الدرس تعلمت إنه العائلة لازم أشاركهم أهدافي وطموحي، لازم يكونوا هم الجزء الأكبر من وقتي، لأن العائلة هم الداعم الأول والأهم في حياتي، ولأن نجاحي مع عائلتي هو أساس واحد من أهم أسباب نجاحي في حياتي. في الدرس الثامن صحتك بالدنيا، تعلمت أنه مهما واجهتني ضغوطات بسبب المشروع، ضغوطات خارجية، أني أهتم بصحتي النفسية وصحة الجسدية، لأنه العقل السليم والجسم السليم يصنع إنسان قوي مبدع واثق من نفسه لا يستسلم. في الدرس التاسع والأخير تعلمت أنه لا يوجد فشل، إنما خبرات زادت من معرفتي، زادت من خبرتي، وهذا بحد ذاته نجاح كبير. اللي أبغى أقوله أنه مشروعي الصغير علمني دروس كبيرة تساعدني لبدء أي مشروع في حياتي، وبالتسعة دروس البسيطة أنشأنا مشروع تحابو.كوم، هو سوق إلكتروني ناجح في السعودية،
بالتسعة دروس البسيطة أنشأنا مشروع حياتك أبليكيشن، عبارة عن كتب لنشر الأخلاق والقيم، وناجح مو بس في السعودية الحمد لله، ناجح عالميا. أختم وأقول لعقول المستقبل، لكل من عنده فكرة مشروع، خذ المخاطرة، غامر وابدأ، ومهما كان مشروعك صغير حتتعلم دروس كثير. شكرا لكم. عذرا كنت نمو بشبابك.